ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا خط سير الحلقه يشتغل ازاي معانا. معانا فراخ، معانا سجق، معانا هنعمل بيتزايه، هنعمل الشركسيه زي ما قلت لحضراتكم. الطبيعي ان لازم تنظموا وقتك بقى، لانك بتعملوا سفره فيها كل المحتويات وفيها كل العناصر الغذائيه وفيها اكتر من طبق. هبدا باول حاجه الشركسيه. مقادير الشركسيه على الشاشه. ديك شركسي او فرخه كبيره حلوه يعني كده. كمان معانا رز مصري، معانا ورق لورو وحبهان، زبده، توست طري هنشيل الاطراف بتاعته، معانا عين جمل ده مطلوب، وشويه نص كوب من الحليب، وكزبره ناشفه دي اساسي مع الشركسيه بتاعتي. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي، ولكن خلونا نبدا باول حاجه سلق الديك الشركسي. اول حاجه بنهيئ الشوربه، لان هي الشوربه دي الاساس. معانا ورق لورو في قلب الشوربه كده، شويه حبهان حلوين اللي هو الهيل، ومعانا كمان فص مستكة محترم كده عشان تبقى الشوربة مميزة، لأن هنعمل منها صلصة الشركسية. شفت المستكة تنزل كده في مية مغلية بتسيح على طول. مشروم بالكريمة، لازم تكون عندك شوربة فراخ زي اللي معايا دي كده، ومعاك شوية مشروم حلوين. بتقطع المشروم بتحمصيه مع بصلة حلوة كده، وفص توم محترم، وتنزلي بالشوربة بتاعت الفراخ اللي أنا بعملها دلوقتي، أو شوربة لحمة مفيش مشكلة، بس هي شوربة المشروم بالكريمة بتبقى حلوة بالفراخ أو على فكرة. ولو عندك صدر فرخة حلو تقطعيه في قلبيها. بعد ما بتغلي بتحط عليها شوية كريمة لباني، بتبقى لطيفة وحلوة. طبعا الفرخة هنا أنا مهتم بيها، لأن أنا شوية الشوربة دول هم السر في صلصة الشركسية، وهم السر في عمل رز الشركسية. والكرفس ينزل مع الفرخة كده ونسيبها تستوي واحنا شغالين مع بعض. والكرفس ده ينزل معاها زي الفل، لان الشوربه دي هي الاساس. هضرب عصفورين بحجر منها صلصه الشركسيه والرز المصري اللي انا هعمله، ولازم تكون الميه بتغلي، واغطيها واسيبها تعيش مع نفسها. احنا معانا وقت كبير. حلو اهو، بس خلاص تمام زي الفل. نخش على اللي بعده. نجهز الاول حاجه الصلصه. معانا توست اهوت، هنشيل الاطراف بتاعته علشان ده المفروض يتنقع في شويه حليب ويتحضر ويتجهز معانا كده اهو. ده لانك لو سبت الاطراف هتخلي لك صوص الشركسيه لونه اسود، فلازم تاخد اللب ده كده. طب ما عندكيش توست، بتجيب العيش الفينو بتاعنا بتاع السندوتشات الكبده اللي احنا عارفينه، بناخد اللبابه اللي جواه. الحاجات ديت لازم ان احنا ما نبقوش واقفين مقيدين مع حاجه معينه. توست زي ما هو كده، هي دي الشطاره بقى اللي هو ايه. ما لقيتش توست يا شيف، مش هعمل شركسيه النهارده خالص. عادي، هتجيبي العيش الفينو بتاع السندوتشات وتاخدي اللب بتاعه. هناخد اهو التوست ده كده ونحطه في شويه حليب ونسيبه على جنب. دي الخطوات اللي احنا لازم نبدا بيها. ممكن مش عايزه حليب، حطي التوست في شوربه الشركسيه. زي الفل، بس خلاص تمام. ونخليهم على جنب. معانا عين جمل مطحون. مفيش عين جمل، هاتي فول سوداني. بصي اي بدايل معاكي مفيش اي مشكله، الصوره مفتوحه، وصدقيني هتطلع اجمل ما يكون، لانك بتعملها بحب. ده مبدئي في المطبخ، دخلت بحب كل حاجه هتطلع حلوه وزي الفل. الميه هتنزل من الحنفيه شربات. خلصنا من تحضير الشركسيه، الدجاجه على النار الشركسيه مع البيون بتاعها والشوربه، ومعانا التوست بتاعنا منوع في حليب، ومعانا عين الجمل جاهزه زي الفل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. والسر في التفاصيل. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. ليه يا عم المغازي؟ أنا عندي الشوربة بتاعت الديك الشركسي زي الفل، هي بتغلي، فيها طعم المستكة، فيها طعم الحبهان، فيها الورق لورا، وفيها الفص التوم الني اللي أنا حاطه. وسلفيني يا جارة، وناخد شوية شوربة حلوين على الرز المصري زي الفل، مع مكعب زبدة حلو محترم او معلية سمنة كده، ونظبط الملح، وشوية الرز دول هتاكل صوابعك وراه فيهم طعم الفراخ. هم ده اللي يهمني. نسيب الديك الشركسي للضيوف وناكل الرز. حلو. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، واحنا بنقلب مع بعض شوية الرز الحلوين. الديك الشركسي طالع منهم. والله العظيم انا عاملهم بشوربة الديك الشركسي، واخدين المستكة والحبهان والتوابل وورق اللورا، يعني متوصي بيهم جامد.
والرز مفلفل زي الفل. تجيب الحبايه السليمه، ما تجيبش الحبايه المكسره. ده الرز حلو قوي. والله هقول الامانه صراحه، الفرخه معايا سخنه، انا اديتها للمساعده بتاعتي بتفصصها لي وتجيبها لي اربع ارباع، هتخش لي دلوقتي عشان نبقى على نور كده. المصداقيه دي شعارنا على شاشه القناه الاولى. هبدا دلوقتي اعمل صلصه الشركسيه، عشان هتقولوا الفرخه راحت فين، طارت ولا ايه؟ صلصه الشركسيه عباره عن توست طري وعين جمل وسمنه وكزبره ناشفه. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. ادي الطاسه على النار سخنه وجاهزه، وادي التوست الطري بتاعنا زي الفل، ومعانا معلقه سمنه حلوه بنسقطها في قلب الطاسه. شفت الجو ده كده، وعين الجمل ده يتحمص شويه اهو. دي طريقتي. طبعا يفضل انك تجيبي عين الجمل الني اللي مش مستوي يعني. التحميصه دي حلوه قوي بالسمنه البلدي. زي الفل. ومعانا توست احنا ناعينه في حليب اهو، شايفه التوست ده كده اهو. طبعا خلاص بقى ايه، زي كانه دقيق في ميه. هتقولي لي يا شيف مش لازم، يعني ايه المشكله لو حطيت دقيق؟ لا تفرق، التوست مستوي اهو غير الدقيق. دي وجود الدقيق هيلكمك، عشان بس اللي بيسال ويقول لك ليه حط دقيق. بالشكل ده كده. هات بخليه على جنب. اخبار الايه؟ اشم ريحه العين الجمل وهي بتتحمر، انزل عليها بالكزبره الناشفه. التحميره دي كده طعم ده لازم. زي الفل. مكعب زبده حلو كده بدعمها، وننزل عليها بدب كده ونقلب دول كده اهو. صوص الشركسية بتاعنا اهو زي الفل. فين التوست؟ اختفى. فين عين الجمل مع الزبدة والسمنة؟ فين الكزبرة الناشفة؟ اتحمرت معاهم. وهنجيب الشوربة بتاعتنا واحنا شغالين مع بعض واحدة واحدة، وناخد القوام بتاعنا. القوام هيجي منين؟ من وجود التوست الطري او اللب العيش اللي انا حطيته في الحليب. يا نعم. جالنا سؤال على السوشيال ميديا دلوقتي، قال لك عايزين نعمل الشركسيه بطريقه دايت، يعني رجيم، ما تحطيش سمنه، الفراخ عادي مسلوقه وما نستخدمش سمنه، والرز المصري ده ما فيهوش منه مشكله. على فكره الرز المصري بتاعنا عموما يعني النشويات اللي فيه والكربوهيدرات اللي فيه مفيده جدا للجسم، حتى لو بنعمل دايت احنا اللي بنأذيه. رز معمبر بالسمنه البلدي والحمام، الكبسه نحط فيها ربع كيلو سمنه، زي البطاطس المقليه ناكل بطاطس ليل ونهار مسلوقه مش هتضرنا، انما لما نقليها في زيت ونقعد نحمرها هو ده المشاكل بتيجي من هنا. كذلك الشركسيه عايز اعملها ما استخدمش سمنه في الصلصه، اعملها بشويه زيت زيتون وزي الفل. والتوست، والتوست بتاعنا عادي يعني، جيب التوست الرجيم شويه مفيش مشكله. شكرا. تمام، تعالوا مع بعض نكمل صلصه الشركسيه. اللهم صل على النبي. اخبار الفرخ ايه؟ هو ده الورك ورك صدر صدر. ناخد شويه شوربه منها. الله، شايفه نازله بيضه حلوه ازاي يا دلعك. حلو. ونقلب دول كده ونسيبها على النار. تعالوا نغرف بقى الصلصه بتاعتنا والرز. الرز اخباره تمام، ونجيب طبق حلو كده للتقديم مطلوب زي الفل ده كده. اللهم صل على النبي. ناخد الرز بتاعنا المصري ده كده عايز اعمل قالب حلو للشركسيه. طبعا انت عندك حاجات كتيره يا فاروق، انا عارف مدلع الدنيا، عينك هتروح على طبق الفول اللي خاطف الانظار على شاشه القناه الاولى، ولا البيتزايه الحلوه بتاعه الاطفال الحلوين اللي هيهيصوا النهارده وهيقولوا لماما يا رب رمضان ده يبقى السنه كلها، ولا الشركسيه اللي هغرفها دلوقتي مع الديك الشركسي ايه ده، ولا الحلو بقى المفاجاه. ربنا يساعدني يا رب واقدر اعمله في الوقت. الرز المصري الحلو ده كده شويه رز، مش عايز اسيب فتفوته في قلب الحل، انا اولى بيها. ده واخده شقه الديك الشركسي، واخده التوابل. وشوف الارضيه بتاعت الحله، انسي ده. لغايه دلوقتي بنغرق مع شويه رز نعمله، نبقى عاملين الاكل فله، ملوخيه ايه، باميه ايه، والرز تلاقيه يا اما حبه وحبه مش مستوي، يا اما الرز شايط. وليه؟
في معاك شيف شاطر هو القناه الاولى، وتابع البرنامج كل يوم الساعه 2 في رمضان، بعد رمضان الساعه كام الله اعلم. اهو حلو قوي، نشيل ده من هنا، ومعانا الطبق الحلو بتاعنا. اللهم صل على النبي. يا نعم، ايه الحلاوة دي يا شيف؟ ايه الحلاوة دي يا شيف؟ صل على الحبيب قلبك يطيب. ناخد الشركسية زي الفل، ننزل هنا ننزل هنا انزل هنا، اوبا، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اه، في قلب الايه المكان ده، ومعانا ديك شركسه اهو، فراخ مش هتتحمر. في طريقتين، يا اما نشيل الجلد من عليها ودي حسب الرغبه، يا اما تحطها زي ما هي. في انا شخصيا بحب الفراخ لو نظيفه، بحب الجلد بتاعها بتبقى حلوه ولطيفه. في ناس مش بتحبها، احنا هنريح الاطراف كلها ونعمل اللي حضراتكم حابين. بتتحمر؟ لا، زي ما هي كده مسلوقه، خلي بالك. عشان كده بقول الاكله دي تنفع اي دايت، عشان تعرف ان هي استوت. ادي الجناح لوحده اهوت، وادي الجلده دي بشيلها عشان عايز انزل بصلصه الشركسيه على الفراخ زي التلج كده في لبنان لما بينزل على جبل لبنان. حلو الكلام؟ اه، ويغطي جبل لبنان. الكلام ده بنشوفه في بيروت. اه، زي الفل. ناخد الصدر ده كده، وناخد الورك ده كده، يلا سخنه مش مشكله بتستاهله، ونحط ده كده هنا، ونفس القصه ده كده. اللهم صل على النبي. والصدر ده كده مكانه. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ وهنغرقها دلوقتي ايه صلصه شركسيه معانا، تغلى على النار. وممكن نقدم شويه كده جنب الطبق، اللي عايز يزود الف هنا وشفا. اه، زي الفل يا عم. عينيا عينيا، انا عارف انت حابب مكانها كده. اه، وناخد صوص الشركسيه ده كده. اللهم صل على النبي. اه، بالطريقه ديت. اه، نغرق الفراخ شركسيه. اه، ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ تسلم ايدك يا طيب. اه، الف هنا وشفا. الطبق ده على السفره، عايز طبق الفول ده وسلطه خضراء وتعشت. حلو، طبعا البيتزا دي اساسي عشان اطفالنا الحلوين. تعالوا نكمل الحلو مع بعض.